السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح الماس جورنال أو كراس الرياضيات الخاصة بكي جي 1 الترم الثاني، وكنا أنهينا مع بعض الشرح حتى لسون 79 أو الدرس رقم 79، ونكمل مع بعض الشرح النهاردة حتى لسون 83 أو الدرس رقم 83. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وليسون 80 وليسون 81 و 82 و 83 كمان بيكلمنا عن الاديشن أو الجمع، عملية الجمع ازاي بنزود رقم على رقم، وعن السبتراكشن أو عملية الطرح، ازاي بنطرح رقم من رقم، ازاي بنشيل رقم من رقم. وهنستخدم حاجة اسمها النمبر لاين او خط الاعداد، احنا كنا تعرفنا عليه قبل كده. وبالنسبة للنمبر لاين تعالوا نحل شوية مسائل عليه، وبعدين نحل المسائل الموجودة في الماس جورنال او كراس الرياضيات علشان نبقى عارفين وفاهمين عملية الاديشن والسبتراكشن بشكل كامل وسهل مع بعض ان شاء الله. فزي ما احنا شايفين يا اصحابي، ده النمبر لاين او خط الاعداد. المفروض هنا احنا عايزين نعمل عملية طرح او سبتراكشن لبعض الارقام من النمبر لاين ده او من خط الاعداد ده. واحنا شايفين هنا قدامنا النمبر لاين موجود في الارقام او النمبرز from 1 to 10 او من 1 ل 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وعايزين نطرح كل رقم من الأرقام اللي موجودة قدامنا دي من النمبر لاين أو من الخط بتاع الأعداد ده، وهنعرف العدد الباقي أو العدد المتبقي من التن أو من العشر. فمثلا هنا بيقول لنا عايزين نطرح الثري أو التلاتة من التن أو من العشرة. فنعمل إيه يا أصحابي؟ عايزين نشيل الثري من التن، فتعالوا نشطب مع بعض على الثري او التلاتة ونمسح او نشيلها مع بعض من التن، ونعد الباقي او النمبرز الباقية الموجودة على النمبر لاين، وبالتالي هنقدر نحدد هيتبقى كام. فهنا 1 2 3، فاحنا عايزين نشيل الثري دي، فتعالوا نشطب عليها كده بالشكل ده، نعد بعد منها ونعد بعد منها نشوف هيتبقى كام. فعندنا هنا الفور، نبدأ من الفور، يبقى نعد 1 2 3 4 5 6 7، متبقي معانا 7 او 7. يبقى لما نشيل ال 3 او التلاتة من ال 10 او من العشرة هيتبقى معانا كام يا اصحابي؟ شاطرين، هيتبقى معانا 7 زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب تعالوا نشيل 7 من ال 10 او 7 من العشرة، فعايزين نشيلها من على النمبر لاين او نشطبها علشان نعد بعد منها هيتبقى كام ونشوف هيتبقى كام معانا. ف 1 2 3 4 5 6 7، السيفن اهي، فتعالوا نشطب عليها كده بالشكل ده ونعد بعد منها 1 2 3. المفروض لما نشيل السيفن من التن هيتبقى معانا كام يا اصحابي؟ هيتبقى معانا 3. شاطرين، فنكتب هنا 3. طيب تعالوا نشيل 2 من التن او 2 من العشرة ونشوف هيبقى معانا كام يا اصحابي. ادي 1 2، تعالوا نشطب على 2 كده زي ما احنا شايفين قدامنا ونعد مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8، هيبقى معانا 8. لما نشيل 2 من التن هيبقى معانا 8 زي ما احنا شايفين قدامنا، فهنكتب هنا 8 زي ما احنا شايفين. وبكده احنا عملنا عملية subtraction او عملية طرح using number line او استخدمنا فيها خط الاعداد زي ما احنا شايفين قدامنا، وفهمنا الفكرة عاملة ازاي، ان احنا بنشطب على الرقم اللي احنا عايزين نطرحه من الرقم الكبير ونعد الباقي فبنعرف هيتبقى كام معانا. تعالوا نعمل عملية addition بقى وعملية جمع using number line او مستخدمين فيها برضو خط الاعداد. فزي ما احنا شايفين يا اصحابي هنا ادي number line
موجود فيه الأرقام أو موجود عليه الأرقام from 1 to 10 من 1 ل 10. وهنا صديقتنا وصديقنا ده هو بيقول لها عايزين نجمع 2 أو 2 على أي number أنت هتقوليه. فهي مثلا لو قلنا هنا هي هتبقى مكتوب عندها هنا 5، فهنشوف هنا مكتوب عليها 5 زي ما احنا شايفين قدامنا، هنجمع عليها 2 بتاعت صديقنا ده. فتعالوا نشوف ال 5 اهي 1 2 3 4 5، ادي ال 5. عايزين نعمل addition بقى وجمع على ال 5 دي بتاعت صديقنا ده عشان نعرف هيبقى كام. ادي ال 2 بتاعته 1 2، فلما نجمع ال 2 بتاعت صديقنا ده على ال 5 بتاعت صديقتنا دي هيبقى عندنا 7. 1 2 3 4 5 6 7. طب تعالوا نعمل العملية دي مرة كمان ونعمل عملية addition أو عملية جمع مستخدمين فيها خط الأعداد. هنا صديقنا ده معاه 4، وهنا صديقتنا دي مثلا يكون معاها 3. 4 plus 3 أو 3 أو 4 زائد 3 4 plus 3. تعالوا نشوف في الفور فين الأول يا أصحابي. 1 2 3 4، ادي الفور زي ما احنا شايفين قدامنا، هنجمع عليها 3 كمان 1 2 3، ادي 3 زي ما احنا شايفين قدامنا. المفروض ان الباقي ده احنا مش عايزينه صح، فنجمع الفور على 3 يبقى 1 2 3 4 5 6 7. يبقى المجموع هيكون عندنا كام يا اصحابي؟ شاطرين، هيكون عندنا 7 لما نجمع الفور الاولانية مع 3 التانية. هيكون معانا المجموع قد ايه؟ 7 زي ما احنا شايفين قدامنا. وكده احنا عملنا عملية الاديشن او عملية الجمع واستخدمنا برضو فيها النمبر لاين او خط الاعداد. طب هنا صديقتنا معاها 3، ومثلا لو صديقنا هنا معاه 2، فعايزين نجمع ال 3 دي بلس ال 2 دي. تعالوا نشوف، ادي 3 1 2 3، ونجمع عليها كمان 2 1 2، يبقى كده هنا ادي 3 وادي 2. تعالوا نجمعهم على بعض 1 2 3 4 5، 5 زي ما احنا شايفين قدامنا، يبقى المجموع بتاعهم 5 او 5 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب هنا صديقنا ده معاه 8 او 8، هنجمع عليها مثلا 1 من صديقتنا دي 1. تعالوا نشوف، ادي ال 8، عايزين نجمع عليها 1 كمان، ادي ال 1، يبقى كده هو الجزء الباقي ده مش بتاعنا. يبقى تعالوا نجمعهم على بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لما نزود 1 او نجمع 1 او نقاد او نقاد 1 نجمع 1 على ال 8 هيدينا 9. يبقى هنا مجموعهم نمبر 9 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده عرفنا ازاي نعمل عملية addition او جمع وعملية subtraction او طرح using number line او استخدمنا فيها خط الاعداد. تعالوا نروح نشوف الاسئلة او المسائل اللي موجودة في الماس جورنال او في الكراس بتاع الرياضيات علشان نحلها مع بعض، وبكده نكون اخدنا درس النهاردة بشكل سليم. ونوصل لبيج 108 او صفحة 108، وفيها lesson 80 او درس رقم 80. وطبعا هنا بيكلمنا عن ماس بروبلم او مسألة رياضية. بيقول لنا هنا استخدم the number line. the number line خط الاعداد below الموجود بالاسفل، below الموجود هنا بالاسفل في الصفحة دي. to help لتساعد، you solve علشان تساعدك ان انت تحل، you solve to help you solve ان انت تحل. mass problems المسائل الرياضية، mass problems المسائل الرياضية. فتعالوا نعرف مع بعض ايه هي الماس بروبلم او المسائل الرياضية اللي انتوا اخدتوها في الكلاس روم وانتوا بتاخدوا حاجة اسمها الماس اكتيفيتي. المفروض ان انتوا يا اصحابي وانتوا بتدرسوا الماس او بتذاكروا او بتتعلموا الماس في حاجة في الكلاس روم اسمها الماس اكتيفيتي او انشطة الرياضيات. التيتشر بتاعكو بيقول لكم فيها الشرح بتاع الماس، بيقول لكم كمان مسائل بتبقى مكتوبة في دليل المعلم او في التيتشر جايد
علشان يخليكوا تتدربوا على شرح كل درس. فتعالوا نعرف مع بعض ايه هي الماس بروبلمز او المسائل الرياضية الخاصة بالجزء ده بتاع لسون 80. المفروض يا اصحابي ان التيتشر بتاعكو هيقول لكم ان في نمبر لاين او خط اعداد موجود عندكو في الماس جورنال او في كراس الرياضيات، وهو هيحكي لكم قصة. القصة دي متعلقة بفوكس او بتاع لاب صغير اسمه جوي او فرح. جوي ده بيعيش في النقطة نمبر 4، بيعيش على النقطة نمبر 4 اللي هي موجودة على النمبر لاين. جوي المفروض ان هو عيد ميلاده النهاردة وهو عايز يحتفل ويعمل حفلة. فالمفروض ان جوي عايز يجمع اللوازم ويدعي كمان او يعمل انفايتنج للفريندز بتوعه او لاصحابه. فهو هيتقدم 5 خطوات او 5 نقط او 5 ابواب للامام علشان يشتري الكعكة بتاعة عيد الميلاد او الكيك، او الكيك بتاع عيد الميلاد البيرثداي كيك. فهنعد بعد الفور 5 خطوات او 5 ستيبس. فهنعد مع بعض 1 2 3 4 5. فلما نعد بعد الفور 5 ستيبس هنلاقي نفسنا على نمبر كام يا اصحابي، او على رقم كام؟ شاطرين، على نمبر 9 او على رقم 9. طب بعد كده هيحصل ايه؟ المفروض ان جوي او الثعلب الجميل الصغير ده بعد ما اشترى الكيك بتاع البيرثداي بتاعه او عيد الميلاد بتاعه هيرجع 3 خطوات او 3 ستيبس علشان يدعي بعض اصدقائه ويقول لهم تعالوا احضروا عيد الميلاد بتاعه. احنا كنا واقفين على نمبر كام يا اصحابي؟ شاطرين، نمبر 9. تعالوا نرجع بقى من 9 3 ستيبس، نرجع للخلف. فهنقول 1 2 3. المفروض ان احنا كده رجعنا للخلف 3 ستيبس او 3 خطوات. هنلاقي نفسنا عند نمبر كام يا اصحابي؟ شاطرين، عند نمبر 6 او على رقم 6. وبعد كده يا اصحابي جوي هيرجع 4 ستيبس كمان او 4 خطوات كمان علشان يشتري بعض الكوبس او الكوبايات والبليتس او الاطباق والزينة الخاصة بعيد ميلاده. احنا كنا واقفين عند نمبر كام لحد دلوقتي؟ شاطرين، عند نمبر 6. عايزين كمان نرجع 4 ستيبس او 4 خطوات علشان يشتري الكوبايات والاطباق بتوع عيد الميلاد. فهنعد كمان 4 خطوات للخلف 1 2 3 4. هنلاقي نفسنا واقفين عند كام يا اصحابي؟ شاطرين، عند نمبر 2 او عند رقم 2. هيتحرك 6 خطوات كمان علشان خاطر يدعي بقية اصحابه ويقول لهم تعالوا احضروا عيد الميلاد بتاعي. احنا اخر نقطة او اخر رقم كنا واقفين عليه رقم كام يا اصحابي؟ شاطرين، نمبر 2 او رقم 2. هنعد كمان بعد منه 6 ستيبس او 6 خطوات نشوف نفسنا واقفين عند نمبر كام. 1 2 3 4 5 6. المفروض احنا واقفين عند رقم كام دلوقتي يا اصحابي؟ شاطرين، احنا واقفين عند نمبر 8 او رقم 8 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده هو خلاص دعا كل اصحابه. اخر حاجة عايز يعملها جوي ان هو يروح يشتري البالونز او البالونات اللي بيحتاجها البيرثداي بارتي بتاعه او عيد الميلاد بتاعه. فيرجع خطوة واحدة بس. احنا اخر حاجة كنا واقفين عندها رقم كام يا اصحابي؟ شاطرين، نمبر 8. فهنرجع خطوة واحدة كمان، نرجع للخلف 1 خطوة علشان يشتري البالونز بتاعته او البالونات بتاعته. فالمفروض هنبقى واقفين عند رقم كام يا اصحابي؟ شاطرين، نمبر 7 او رقم 7 زي ما احنا شايفين كلنا. وبكده خلاص جوي بقت الحفلة بتاعت عيد ميلاده او البيرثداي بتاعته جاهزة وتمام التمام. وعرفنا نستخدم دلوقتي خط الاعداد ان احنا نتحرك خطوات او نتحرك اعداد او نتحرك نمبرز للامام او فورورد، ونتحرك نمبرز او خطوات او اعداد للخلف او باك
وعرفنا ازاي بنطلع للارقام، وعرفنا ازاي بنزيد بالارقام وازاي بنقل بالارقام على النمبر لاين او على خط الاعداد. المفروض الماس بروبلم دي او المسألة الرياضية دي اصحابي تكونوا خدتوها في الكلاس روم او في الفصل، وده طبعا بيكون في الماس اكتيفيتي او في انشطة الرياضيات زي ما قلت لكم، علشان تتدربوا ازاي تتحركوا على النمبر لاين للامام وللخلف، ازاي تعدوا بشكل سليم، وازاي تعدوا بشكل تنازلي، ازاي تعدوا بشكل تصاعدي، وازاي تعدوا بشكل تنازلي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 109 او صفحة 109، وفيها lesson 81 او الدرس رقم 81. وطبعا لسه بنكمل مع بعض الاديشن او عملية الجمع، والسبتراكشن او عملية الطرح using number line او مستخدمين خط. فهنا بيقول لنا add the numbers او اضف الاعداد 1 through 5، في طبعا ضمن الارقام من 1 لـ5. وهنا بيقول لنا use the number line، استخدم خط الاعداد below الموجود بالاسفل to help you ليساعدك solve mass problems في حل المشاكل الرياضية. وطبعا لسه بنكمل مع بعض حل الماس بروبلمز اللي انتوا خدتوها في الماس اكتيفيتي او في انشطة الرياضيات في الكلاس روم. المفروض في الليسون 81 ان انتم تكونوا اخدتوا بعض الماس بروبلمز في الكلاس روم. تعالوا نعرف ايه هي. المفروض هنا ان احنا بناخد بعض الامثلة، انا اقول لكم بعض الامثلة، واحنا عندنا number line from 1 to 5 او من 1 لـ5. هنعمل الامثلة دي او الماس بروبلمز دي عليه. فاول حاجة مثلا يا اصحابي، لما اقول لك ان انا معايا 3 حاجات او 3 اشياء او 3 things 3 اشياء، عايزين نطرح منهم 2 things او حاجتين بس. وهنا ده بيعني ان احنا هنستبعد حاجتين من الثلاث حاجات، فالمفروض هيبقى معانا كام؟ انتوا هتستخدموا طبعا النمبر لاين وهتعملوا نمبر لاين بنفسكم من 1 لـ3، وهتشطبوا على 2 منهم زي ما احنا اتفقنا، فهتلاقوا متبقي معاكم كام يا اصحابي؟ هتلاقوا متبقي معاكم حاجة واحدة. طب لما انا اقول لك مثلا عندنا 5 اشياء زي ما احنا شايفين قدامنا، عايزين نطرح منهم 3 حاجات او 3 اشياء، المفروض هنعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا قبل كده، هنشطب على الثلاث حاجات دول 1 2 3، وهنعد هيتبقى معانا كام من الفايف ستينكس او الخمس حاجات دول. هنلاقي عندنا 1 2 حاجتين بس، فهنكتب هنا 2. لو عندنا الفايف ستينكس دول او الخمس حاجات دول وعايزين نشيل منهم 4 ستينكس او 4 things او 4 حاجات، فهنعمل ايه؟ شاطرين كلكم، المفروض ان احنا هنشطب على الاربع حاجات دول او الفور things دول، وهنشوف هيتبقى معانا كام، فهنلاقي متبقي معانا 1، فهنكتب هنا 1. واخر حاجة، لو احنا مثلا معانا خط الاعداد اللي عليه الخمس حاجات او الفايف numbers دول وعايزين نشيل منهم 2 او 2، فهنعمل ايه اصحابي؟ شاطرين كلكم، هنشطب على الاثنين او هنعمل عملية استبعاد ليهم، وهنعد بعد منهم هنلاقي 1 2 3. فبالتالي هنعرف ان احنا لو شلنا 2 من الفايف هيتبقى معانا 3 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا اتدربنا واخدنا بعض المسائل على النمبر لاين from 1 to 5 زي ما احنا شايفين قدامنا. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 110 او صفحة 110، وفيها بنكمل مع بعض عملية السبتراكشن او الطرح وعملية الاديشن او الجمع using number line او مستخدمين خط الاعداد. وليسون 82 او الدرس رقم 82، هنا بيقول لنا draw ارسم the teacher's subtraction stories below، ارسم الستوريز او القصص اللي قالها لكم التيتشر عن عملية الطرح. draw ارسم your own subtraction story during share، ارسم المسائل او القصص او عمليات الطرح اللي انت شاركت في حلها.
فالمفروض التيتشر هيقول لكم بعض المسائل الخاصة بعملية السبتراكشن أو الطرح في الكلاس روم، أنا هقولها لكم دلوقتي وبعد كده انتوا هترسموها في الماس جورنال او في كراسة الرياضيات زي ما احنا شايفين قدامنا، وتثبتوا ان انتوا حلتوها. وطبعا لو انتوا كنتم شاركتم في حل بعض منها هترسموا الحاجات اللي انتوا شاركتم في حلها. فمثلا انا لو قلت لك ان انا عندي 5 apples او 5 تفاحات، انا اكلت منهم 3 apples او 3 تفاحات زي ما احنا شايفين قدامنا، عندنا 5 apples مرسومين قدامنا، احنا كده رسمنا 5 apples. عايزين بقى نعرف احنا لما ناكل منهم 3 apples او 3 تفاحات هيتبقى معانا كام. فنحل المسألة دي ازاي او نعمل solving للماس problem دي ازاي يا اصحابي؟ طبعا هنشطب على 3 apples من ال 5 وهنعد اللي متبقي معانا. فلما نشطب زي ما احنا شايفين قدامنا على 3 apples او على 3 تفاحات هنلاقي متبقي معانا كام؟ شاطرين هتلاقي متبقي معانا 2 apples 1 2. طيب المسألة التانية بتقول لنا لو معانا 2 oranges او برتقالتين وانت معاك 3 oranges او 3 برتقالات، انت المفروض معاك كام برتقالة زيادة عن اللي معايا؟ المفروض ان احنا هنشوف 3 اكبر من 2 بكام، فهنشيل 2 من 3 زي ما احنا قلنا، هنشطب على 2 oranges او برتقالتين وهنلاقي متبقي معانا الباقي، المفروض هيكون متبقي معانا كام يا اصحابي؟ شاطرين 1 orange او برتقالة واحدة، فالمفروض هيتبقى معانا 1 زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر مثال المفروض ان انتوا تكونوا خدتوه في الكلاس روم هو بتاع الصياد اللي اصطاد 4 سمكات او 4 fish، اصطاد 4 سمكات وهو بعد ما اصطادهم اكل منهم 2 fish او سمكتين، المفروض هيتبقى معاه كام يا اصحابي من الاربع سمكات دول؟ شاطرين هنشطب على 2 من الاربعة اللي هو اصطادهم ونعتبره ان هو اكلهم او نستبعدهم، فهنلاقي متبقي معانا 2 fish او سمكتين زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا عرفنا الماس بروبلمز او المسائل الرياضية المفروض تكونوا اخدتوها في الكلاس روم او في حجرة الفصل، وده طبعا اثناء الماس اكتيفيتي او انشطة الرياضيات زي ما قلت لكم. والصفحة اللي بعد كده فيها continued او تكملة للحل او لرسم الامثلة اللي احنا قلنا عليها من شوية الخاصة بليسون 82. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة. في الختام اتمنى تكونوا استفدتم، لو استفدت من الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو، وسايب لكم الروابط بتاعت قوائم التشغيل الخاصة بالترم الاول والترم الثاني الخاصة بكل المراحل، لو حابين ترجعهم لاي درس هتقدروا توصلوا له بسهولة ان شاء الله. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.